مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البانكيك بالموز. عنا اول شي كوب ونص طحين، نص كوب حليب، نص كوب سكر، بيضتين، موزتين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح صغيرة، ربع ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. البيض كمان الملح سكر الحليب بدنا نخلطهم مع بعض. بسم الله. خلصنا التخليط، هلا بحط البيكنج باودر فوق الطحين، بخلطهم مع بعض. هلا بحطهم هون بالخلاط، كمان برجع بخلطهم مع بعض. انتهينا من تخليطهم. بهيدا الشكل صاروا كتير ناعمين. حط شوي شوي بالركوب، بيسهل علي حطهم بقلب المقلاي. بعد ما حطيت المقلاية على الغاز بدهن المقلاية بزيت خفيف. هلأ بنحط البانكيك. بسم الله. بتأكد منها انها استويت. واو، هاي دي هي. نقلبها. بسم الله. واو، شكلها لونها كتير كتير رائع. كمان بتأكد من تاني جهة.
هيدا الشكل على الجهتين. شفتوا كيف؟ لكف الباقيين بنرجع بنشوفكم. هول البانكيك اللي عملتهم انا وياكم، هيدا الشكل النهائي، مستويين وكتير رائعين. بيتقدموا مع موز، مع شوكولا، مع نوتيلا، مع زبدة، مع عسل، مع اي شيء. هول البانكيك اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.